رغبات واندفعت على بركة الله تعالى. سيداتي وسادتي، مفتوع الدرجات، الانتاج عمره 3 سنوات فأكثر، على مسافة السرعة مسافة 1200 متر، اندفاع موفقة في هذه اللحظات. هنا سهم غلاب يأخذ زمام المبادرة من البوابة 16، يدخل إلى الداخل في هذه اللحظات مع الوسط. أشاهد أيضا من الداخل الآن فرست لاين، وكذلك رقم 6 في هذه اللحظات دعائي، والتقدم إلى المرتبة الثالثة فيما المطاردة من الخلف الآن أشاهدها على ما يبدو لرقم 4 في هذه اللحظات الوشمي الذي يحاول هناك الدخول القوي الذي يأتي لرقم 9 الحشورية التي تتقدم إلى المرتبة الرابعة في هذه اللحظات مع المنعطف قبل الأخير. هنا الصدارة لرقم 2 فرست لاين في المرتبة الأولى من الخارج الآن سام غلاب مع لويس موراليس، يحاول أيضا عدم تفويت الفرصة، يتقدم إلى المرتبة الأولى. المحاذاة مع فرست لاين في هذه اللحظات، وهناك أيضا المطاردة من الخلف الآن لرقم 6 دعائي، ومحاولات أيضا للتقدم من الداخل للوشمي، وهنا التقدم يأتي لفرست لاين. فرست لاين في طريقه على ما يبدو إلى تحقيق الانتصار السادس له في سجل آخر المشاركات المركز الأول، والآن المركز الأول ما شاء الله تبارك الله بمستوى ثابت لفرست لاين في آخر 3 مشاركات بالمركز الأول، يضيف الانتصار السادس فرست لاين الصبل الجابر ابن نيو لاين، والأمة مريت الإحساس المدرب السام الموسى والخيال أليكسيس مورينو بمستوى